كلما زادت الغارات من جهة زاد النزوح من جهة أخرى، وزادت أيضا تكلفة هذا النزوح على المستوى الإنساني والوجداني، وتحديدا بهذه الجملة على المستوى الإنساني الوجداني. لماذا؟ لأنني منذ بعض الوقت كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما شاهدناه بأم العين، إلى أنه في ظل هذا الطقس البارد، وأنت تعلمين واقع البقاع المناخي إلى أننا نذهب إلى الشتاء ندخل به، هنالك عائلات بأكملها في ليل أمس باتت بالعراء ولا تزال تبيت بالعراء، إن كان على دورات الطرقات والمدن هنا في مدينة زحلي أو عند وسطها، وهذا ما دعا إلى رفع الصوت من المواطنين اللبنانيين على طريق وخاصة الزحليين على طريقة التعجب، إلى أن هذا الموضوع غير مقبول على المستوى الإنساني والوجداني كزحليين، بمعنى التبسيط لأنهم لا يقبل الإنسان أن يمر في وسط المدينة في الليل وينظر ويجد أن أناس يبيتون في العراء، وهذا الصوت كان مرفوع باتجاه إما السلطات المحلية المدنية البلدية في المدينة وأيضا للجمعيات الأهلية. يمكن القبول إلى أنه في اليوم الأول الثاني والثالث إلى أن هذه المسألة مقبولة على مستوى القدرات، ولكن عندما نتحدث اليوم في اليوم العاشر والحادي عشر ولا يزال أناس يفترشون الأرض، هذه مسألة غير مقبولة نقلا عن ما يدور من الليل حتى الصباح على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وتحديدا في هذه المدينة لأن لها جو خاص على المستوى الإنساني. نعم. والاجتماعي. نعم. وأعود لأقول أيضا إلى أنه سريع إلى أنه من فضلك. وزارة الصحة عندما تحدث وزارة الصحة عندما تحدث عن أعداد الضحايا والجرحى في قراهم البقاعية تدلل على أن في جزء كبير من الناس لا زالوا حتى الساعة يرفضون الخروج من هذه البلدات رغم القصف، على قاعدة إلى أنه لم يجدوا البديل وليس لهم مؤنة أو عندهم تيسير مادي للانتقال إلى قرى أو إلى اتجاه منطقة ثانية. شكرا لك محمود لكل هذه التفاصيل. على كل حال